ما عم بتشوف انه انت السدود اللي عندك يلي انت عم بتواجه فيها الشيطان والاعمال اللي انت كنت تتقرب فيها من رب العالمين عم بتتكسر شوي شوي. كان عندك سد عظيم قيام الليل بلش يتكسر، بعدين السنن بلشت تتكسر، بعدين صلاة الجماعة بلشت تتكسر بلشت تأثر فيها، بعدين الصلاة بأول وقت عم بتخليها لآخر وقت. انتبه